ماريا. ماريا شابة نادلة تعمل في تكساس بالولايات المتحدة. تغيرت حياتها بالكامل بعدما حضر شخص متشرد إلى المطعم الذي كانت تعمل به. بالتأكيد أنت متشوق كثيرا لتعرف من هو هذا الرجل الذي من الممكن أن يغير حياة شخص آخر إلى الأبد. دخل هذا الرجل المتقدم بالعمر إلى المطعم وكان يعاني من صعوبة في المشي، وكان يرتدي بدلة مصنوعة من قماش خشن. جلس على منضدة في وسط المطعم بين نظرات الناس المتركزة عليها، وكانت كلها نظرات ازدراء، وكانوا يهمسون بعضهم البعض قائلين: ما هذا؟ وماذا يفعل هذا الرجل المتشرد هنا؟ لكن عندما اقتربت منه ماريا لتسأله عن طلبه، تغير كل شيء في لحظة. سألته الفتاة الشابة عن طلبه بابتسامة جميلة كأي زبون عادي يدخل المطعم. وعلى الرغم من اعتراض باقي الزبائن من تواجد ودخول هذا المتشرد إلى المطعم والشكوى من تواجده هنا، اقتربت منه ماريا قائلة: اسمي ماريا، ماذا تريد حضرتك؟ إذا أردت أي شيء فأنا سوف أحضره لك. لطف ماريا وطريقة كلامها الودودة كانت مبالغ فيها، مما جعل وجه الرجل يتغير في الحال. لأول مرة منذ زمن بعيد يقوم أحد بمعاملته كإنسان وبطريقة محترمة وليس بطريقة سيئة ونابية. سمح مدير المطعم للمتشرد أن يظل بالمحل، ولكنه حذر ماريا قائلا: إن لم يكن لدى هذا الشخص نقودا ليدفعها سوف أخصمها منك. ولكن لم يهمها الأمر، وليكن ما يكن، ردت عليه بابتسامة: إن تناول وجبة دافئة لن تكلف الكثير. طلب هذا الرجل وجبة إفطار تحتوي على فطيرة وبيض وقهوة. اقتربت ماريا من الطاولة وقالت: لا تقلق بشأن الحساب، فأنا سأدفع عنك الحساب. وكانت عينيها مملوءة بالدموع. وهنا شكرها الرجل وهو يومئ برأسه وأفرغ شرابه، ثم هم بالانصراف. وهنا تفاجأت ماريا كثيرا، لأنها عندما اقتربت من الطاولة ورفعت الطبق وجدت تحته ورقة $100 ورسالة صغيرة مكتوبة على منديل، وكان مكتوب عليها: عزيزتي ماريا، أنا أحترمك كثيرا، فأنت فعلا إنسان محل احترام وتبجيل، وهذا واضح جدا من طريقة معاملتك مع الآخرين، فأنت مدركة معنى السعادة السرية والحقيقية. إشاراتك ونظراتك الطيبة لمن تعرفيه ومن لا تعرفيه، أعبر لك عن خالص إعجابي بك وشكرا لك على الإفطار، ولكن أشكرك أكثر على لطفك وابتسامتك. كانت الورقة $100 غير مهمة، لا من قريب أو من بعيد، لأنه في الحقيقة كان هذا الرجل هو صاحب المحل متنكرا في شكل متشرد لكي يرى كيف يعامل موظفيه الناس والزبائن باختلاف مناظرهم وأشكالهم. وبعد مرور أسبوع تم ترقية ماريا ومديحت كثيرا من قبل مديرها. نعم، بهذا العمل البسيط المليء بالطيبة يمكن